طيب أستاذ محمد الفاتح، كيف ترى المرحلة الجاية؟ هل هيبقى في مجد؟ يعني كل اللي كانوا موجودين دول زين العابدين وعبد الرؤوف وبن عوف خلاص ذهبوا مع الريح، انتهوا خلاص يعني خلاص انتهوا، ولا نعم لسه لهم فعلا. بقية؟ لا لا انتهوا اصلا في المؤسسه العسكريه عاده. لما بالمنطق لما نجي رتبه اصغر بياخذ كل الرتبه اللي فوق منه، لا ما ممكن يكونوا معه في نفس المؤسسه. الناس انه او على اقل تقدير ياتوا كمدنيين في مناصب ممكن يعطوا لهم فيما بعد، اما داخل المؤسسه العسكريه لن يكون له وجود من الان وبالتالي فصاعدا. مسجونين او معتقلين او جنب البشير. كل وارد، كل وارد. ده كله بيعتمد على بيان عبد الفتاح البرهاني، هل هو استلم بصورة مدنية أو سلمية، أم هو انتزاع أو فرض نفسه على ابن عوف، أو هل الجيش فرض هذا الاختيار على ابن عوف. كل هذا حيظهر من البيان بتاع عبد الفتاح البرهان، إنه ما هو مصير كل الحكومة السابقة أو الطغمة الحاكمة، ما هي مصيره. وابن عوف جزء من الطغمة الحاكمة السابقة، هو وزملائه. احتمال كمال عبد المعروف شويه ممكن يكون عنده مساحه من الباقي، لانه كان داخل المؤسسه العسكريه ولم يغادرها. اما ابن عوف غادر المؤسسه العسكريه وعيد ثاني المؤسسه العسكريه، فكان اقرب للسياسيين. الا تخشى على الجيش السوداني الشقيق من فكره الانقلابات على الانقلابات، وانه ده عنده شعبيه وده ما عنده الشعبيه، وتبقى العمليه كلها انه خلينا نحدث الفوضى داخل المؤسسه العسكريه اولا ثم تنتقل العدوى الى الشارع، الا تخشى من هذا السيناريو؟ لا لا اخشى من هذا السيناريو. لا تخشى. كما لا لا اخشى لا انا كما ذكرت انه الجيش لم يتحرك من عندياته، يعني ما قام بانقلاب من عنده. الشعب ذهب الى الجيش امام بوابه الجيش واستنجد بالجيش وطلب منه التدخل. وكان الوضع قائد يختلف. الجيش اسمه عوض بن عوف، ثم نعم رجعنا قلنا ان والله الشعب ما كانش يقصد الجيش عوف، احنا عاوزين عبد برهان، بكره يطلع عمران. يعني ما الذي يضمن انه ما يحصلش سلسله انقلابات؟ يعني تتحدث بثقه شديده احسدك عليها بصراحه، لكن يعني برضو انا يعني ما يجرب نار العسكر. انا انت بتجربه في دول تانية، كما ذكرت لك في السودان بيختلف الوضع. انت اتمنى يعني عاوزك تعاين لتجربتين السودانيات السابقات في اكتوبر 1964 وفي مايو 1985، ابريل 1985. واحنا في 85 الجيش دلوقتي. يعني احنا حاسه في 2019 مو مشكله، يعني لا لا في اقصد اقول اقرب الى 85. انا اسف اقرب للمقاطعه. ل 85 تمام اقرب تمام ل 85. وعندنا تجربه مع سوار الذهب، هو لما استدل قال احنا ابناء سوار الذهب، عايز يوري انه هو ممتد افكار من سوار الذهب، اللي هو انه بعد سنه سلم السلطه. هو بيستدل بسوار الذهب كاول عسكري في الوطن العربي او في افريقيا يسلم السلطه لسلطه مدنيه، وهذا النموذج موجود في السودان. سؤال شخصي، لماذا لم يتكرر سؤال شخصي الثاني؟ وليس سياسي. جاوبنا عن الفرق. ما الذي يجعلك لا تثق في زين العابدين الذي قال نحن ابناء سوار الذهب، وتثق في البرهان الذي لم يقل شيئا بعد؟ معلش بحسك السياسي يعني. انا بثق في البرهاني، مش بثق في البرهاني، انا بثق في الجيش. الجيش اختار البرهاني، انا لا اعرف البرهاني ولا اعرف عنه تاريخ طويل ولم اراه، وكثيرين من السودانيين ما بيعرفوه. لكن كما ذكر زميلي من قطر انه هو عنده قبول وسط الجيش. نحن حسك كسوداني او كشعب سوداني دايرين او حابين نتاكد من انه الجيش متماسك وعنده قرار واحد. لو تضاربت الاقوال داخل الجيش والجيش يحمل السلاح، حيحصل صراع بالسلاح وحنخسر كلنا، لانه حيكون في عنف. المبشر في ذلك انه الجيش رضى بعبد الفتاح البرهاني، دي خطوه اولى. الخطوه الثانيه الشعب السوداني يقبل بعبد الفتاح البرهاني وخطابه، خطابه اهم منه. الخطاب الذي سوف يذكر او سوف يذيعه عبد الفتاح البرهاني هو الفيصل في بقائه وقبوله من قبل الشعب. لكن الحقيقه انا يعني الشعب بيثق في الجيش السوداني، واذا ما جاء الجيش وثق به الشعب وقال يا جماعه تثقون فيا انا عشان ما نتفككش، احنا هنحكم البلد دي، ويكون مر سنه واثنين وثلاثه واحكم الجيش او قاده الجيش قبضتهم، ساعتها ماذا ستقول؟ يعني موقف ايه؟ يعني ما عندكش خشيه من هذه النقطه؟ لا، ما هي تجربه، نحن بنبني على تجاربنا وبنستصحف تجاربنا معنا عشان نتاكد انه ما تتكرر اي
تجارب سيئة. في هذا الوقت الحاضر بالذات لا بد من إشراك الجيش في السلطة الانتقالية. لا يمكن تطلب من الجيش أن يبقى في سكناته وأنت تدير المسألة المدنية لوحدك. مطلوب وجود الجيش في معادلة الحكومة الانتقالية حتى يضمن كبح جماح الجيش. حتى وإن طلب بعد الانتقالية أن يكون له تمثيل أو حصة متمثلة بوزير للدفاع ووزير للداخلية من الجيش مثلا؟ هذا سؤال الأخير. لا، هو حصلت قبل كده في حكومة سوار الذهب، كان وزير الدفاع ووزير الداخلية من الجيش، لا غبار على ذلك، لكن كان رئيس الوزراء والسلطة التنفيذية بيد طبيب، نقيب الأطباء في ذاك الوقت، نعم. الجزول يتفاعل، فما شايف لا غضاضة في ذلك. هي تجربة هنخوضها للمرة الثالثة، احتمال ما تكون شبيهة بالتجربة الأولى والثانية، لكن ده الخيارات الموجودة أمام الشعب السوداني للمضي قدما للانتقال بدون عنف وسلمية. لا بد ننتقل انتقال سلمي، لأنه الشعب السوداني فيه كثير من المجموعات اللي بتحمل السلاح وفيه كثير من الإثنيات والتباين، فوجود الجيش كقوة عسكرية قومية تؤمن الانتقال السلمي من السلطة تمام. الانتقالية للسلطة الديمقراطية. أشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا أستاذ محمد الفاتح النعيم، سياسي السوداني، كان معنا عبر سكايب.